انا ماني منيحة جدا. طيب احكي لي جدك لشوف، مين زعلك؟ اختي يارين قالت لي اختك كذابة وما بتحب حدا، وقال انه ريان ما بقى تجي لعنا مرة تانية. يارين قالت هالحكي؟ اكيد حبيبتي؟ ايه، قالت لي انه ريان ما بتحب حدا منا، وقالت لي انه ما عاد نشوفها بحياتنا. قال اختي ما عاد تجي لعنا بالمرة، صارت تقلي اختك وحدة كذابة. انا بورجيكي يا يارين، انا اللي رح حسبها هزاري. يلا ارتاحي. لا حبيبتي مو صح الحكي، انت بتعرفي انه اختك مو هيك، لا تزعلي. يارين جدي خير ان شاء الله بابا، شو في؟ خير عمي يارين، عامله شي؟ انت شو حكي معقول؟ ها شو ساير لك؟ حدا بيقول هالحكي لبنت صغيره؟ شو ما بتعرفي وضع على البنت؟ بس انا ما حكيت شي جدا، ظاهر انه في سوء تفاهم. قول سألتني اذا رح تجي اختها، وانا قلت لها انه ما رح تجي. شو كان لازم اعمل يعني؟ معقول اكذب على بنت عمي وتضحك عليها؟ يارين اسمعيني منيح يارين، اذا بتعيديها ما رح اسكت لك منوب، اذا بتزعليها لقول مره تانيه ما رح سامحك، ورح خليك تندمي على الساعه اللي حكيتيها فيها. عم تفهمي؟ يعني ما كان باقي غير قول ما قهرتيها، ما قدرتي تتركيها بحالها؟ شايفة بنتك؟ شايفة؟ ولك هي وأخوها رح يقصفوا لي عمري على بكير، الله يعين أخوهم عليهم. بعيد الشر عنك جيهان، لك الله لا يوفقك. أنا بورجيكي ما بقى حدا قدامك غير هالطفلة الصغيرة تفشي فيها غلك. استنيني لسه ما خلص حسابك معي، استنيني هون. جيهان دايما بتلوموني، دايما الحق علي انا، مو معقول. ولك انت من شو معجونه؟ بتعرفي انا لهلا ما بفهم كيف نزلنا من بطن واحد؟ ولك نسيتي انه هاي البنت عايشه مع رصاصه براسها؟ والله عن جد؟ قبل ما تحكي هالحكي وتجي تلومني، تذكر كيف فاتت هاي الرصاصه براسها، ومين اللي كان السبب بانها تنصاب؟ ياري انت تذكري، تذكري انك قعدتي تتفرجي مع انه فيكي توقفي اللي عم يصير. اسمعي أنا سكت بس كرمال أمي، بس صدقيني إذا عملتي شي تاني ما في حدا رح يقدر يسكتني، فهمتي؟